بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، متابعينا الأعزاء ومستمعينا الأفاضل، أحيي بكم وأرحب بحضراتكم من جديد في انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة، وشوطنا السادس الذي اندفع قبل قليل يحمل منافسات الابكار من فئة المهجنات الأصايل. نتمنى التوفيق ونجاح لجميع المشاركين. أبدأ مباشرة إلى المركز الأول وإلى صدارة الشوط، لأجد هناك الداودية لراشد بن سلطان بن غالب المنصوري، بينما انتقل إلى المركز الثاني لدهشة لناصر بن سعيد بن راشد الساعدي. انتقل للمركز الثالث، انطلاقة مميزة واندفاع جميلة هناك من الدرعية القادمة بشعار سعادة حميد بن سعيد النيادي، بينما المركز الرابع ترف لجابر بن سالم بن جابر بن عبيد المنصوري، والمركز الخامس تحركت وانطلقت هناك الظبي لحمدون بن علي بن عامر العويسي، ياتي على المركز الخامس، بينما المركز السادس طرب لحميد بن هاشل بن عبد الله بن خاطر الشامسي، ياتي هنا للمركز السادس، بينما المركز السابع ريما لمبخوت بن عبد الله الضبيعي المنهالي يتحركون بهذا المستوى ليكون حاضرا على المركز السابع، بينما التدخل على المركز الثامن وصول جميل واندفاع مميز هنا في هذه اللحظات. هذه ربشة لراشد بن محمد بن علي المنصوري يتقدم بهذا المستوى الجميل في منافسة كبيرة. المركز التاسع رفيف صالح بن علي بن صالح الحميري، والمركز العاشر وصلت فيه سمحة لحمد بن سعيد بن سلمة المنصوري. هكذا هي النتيجة والنداء للمراكز العشرة الأولى المتقدمة والمتحركة والباحثة والطامحة عن الفوز وعن الانتصار هنا في أرضية هذا الميدان، هنا في ملتقى الأصايل في عاصمة ميادين سباقات الهجن، ميدان الوثبة الذي دائما يرحب بالجميع في جميع المناسبات والمنافسات. أعود إلى الداودية اللي ما زالت متصدرة منذ البداية حتى هذه اللحظات، تحمل شعارها شعار راشد بن سلطان بن غالب المنصوري على المركز الأول متقدما هنا بالأداء الكبير، بينما المركز الثاني هذه الظبية التي تتحرك بمستوى كبير، يقدم لنا الظبية مقدمها ومضمرها والقادم بهذا الأداء سلطان بن حمد بن راشد المشايخي، بينما المركز الثالث هناك بلشة لحمد بن سالم بن حمد الفيدة المري يتدخل. بدأ التدخل وبدأت المنافسة وبدأ الصراع والنزاع من أجل الفوز ومن أجل الانتصار هنا من أجل هذه الإبداعات الجميلة. لكن ينتقل للمركز الثالث وثالثا هناك حضورا من دهشة الواصلة بشعار ناصر بن سعيد بن راشد الساعدي، يتحرك هنا ويقدم هذا المستوى الجميل بالمركز الرابع، بينما خامسا الفائزة لعلي بن محمد بن علي الفيدة المري هنا على المستوى الخامس بن عايض، يتحرك ويحرك لنا الفائزة، بينما المركز السادس هنا الوجود وهنا الحضور وهنا المنافسة وهنا الإبداع وهنا التحرك من ربشة لراشد بن محمد بن علي المنصوري. الكل يتحرك، الكل يبحث، الكل يطمح، الكل يرغب بالفوز والانتصار. من اللي وصل؟ وصل الدانات يقدمها علي بن حمودة بن علي الظاهري. وصل بن حمودة وتحرك بشعاره الاقتصادي الكبير، يقدم لنا مستوى أنيق ومستوى متميز هنا ما بين هذه الأسماء. لكني بعود إلى المركز
المركز الأول بعود إلى الصدارة ليجد المقدمة وأجد صدارة هذا الشوط والإبداع المميز هناك على الصدارة. ما شاء الله، شاهدوا وراقبوا وتابعوا هذا المشهد الجميل من انطلاقة وتحركات بلشة. هذه هي بلشة على المركز الأول لحمد بن سالم بن حمد البطين المري هنا على المركز الأول، يقدم لنا المستوى من بلشة وأدائها الجميل على المركز الأول بإبداعها وتميزها وتألقها على المركز الأول. هذه بلشة تطير على المركز الأول وتحلق في سماء الوثبة لتكون البطلة المتوجة في هذا الشوط، شوطنا السادس في المجموعة وثاني أشواط المهجنات الأصايل. إذن ما شاء الله تبارك الرحمن، انفراد كلي عن بقية المشاركين واندفاع مميزة، ولكن تحرك الساعدي ويقدم لنا دهشة. هذا هو الساعدي وهذا إبداعاته. هنا على المركز الثاني ناصر بن سعيد بن راشد الساعدي بالمركز الثاني. المركز الثالث تحركت وتقدمت هنا ربشة راشد بن محمد بن علي المنصوري، ورابعا دانات علي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري. ولكن وين المقدمة مع بلشة؟ بلشة 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 ودهشة قادمة، ادهشة قادمة بالمركز الثاني. وثالثا دانات بن حمودة. اللحظات الأخيرة، اللحظات الحاسمة، اللحظات المثيرة. إذن بلشة على المركز الأول، ولكن ادهشة ادهشة دانات 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 بن حمودة. اللحظات الأخيرة ما بين ادهشة الساعدي وبن حمودة مع دانات، ولكن اللحظات الأخيرة والدخول الجماعي هنا. المركز الثالث بلشة حمد بن سالم حمد الفيد المري. المركز الرابع هناك كان مع اندفاعات المركز الرابع كانت حاضرة هي أيضا الضبيح حمدون بن علي بن عامر العويسي. والمركز الخامس خامس هناك كان مع جود عبيد بن حمد بن عفصان المنصوري. إذن شهدنا المنافسة والدخول الجماعي ما بين الساعدي وما بين بن حمودة. هنا نتابع بالإعادة، وفي الإعادة نجد الإفادة ونجد أيضا الدخول الجماعي، ولكن إذن نتابع أيضا الدخول الجماعي هناك في هذه اللحظات. إذن دانات هي الفائزة بهذا الشوط، تهانينا لعلي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار وانتزاع دانات المركز الأول. شكرا راشد العمري على هذا الأداء. المركز الثاني وصلت الدهشة لناصر بن سعيد بن راشد الساعدي. أيضا التوقيت الزمني للمركز الأول 7:37 وستة أجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني المرافق لدانات. ثانيا دهشة ناصر بن سعيد بن راشد الساعدي 7:37:36 بنفس التوقيت على المركز الثاني، أو 7 أجزاء بالمركز الثاني. بينما المركز الثالث كانت هناك أيضا الفائزة بالمركز الثالث بلشة حمد بن سالم بن حمد الفيدة المري، والتوقيت الزمني 7:38:36 وستة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.